Ang Kiambao Escandor ay nagpaulan ng 3 beses sa Alwada habang nananatiling walang talo ang Strong Group. Ang reigning UAAP MVP ay may malaking bahagi sa 17 three-pointers ng Strong Group at nagtala ng 6 mula sa distansya upang tapusin ang isang game high na 24 na point night ng ang Philippine side ay gumawa ng 2 magkasunod na panalo. Pinawian din ni Andre Blatch ang kanyang 8 puntos na debut na May, 12 puntos, 3 rebound at 2 assist sa ibabaw ng isa pang stellar na 12 piraso mula sa Jordan Heading. Ito ay isang breakout night gayunpaman para sa batang Escandor na sinulit ang kanyang 15 minutong paglalaro na May 18 malalaking puntos mula sa bench 8 sa ika-4 na quarter. Ang mga bihirang pagbaba na marka mula sa mga import ng Strong Group ay naging daan para sa mga mahalagang defensive na kontribusyon sa halip, kung saan si Dwight Howard ay nakakuha ng 10 rebounds at 4 na blocks sa ibabaw ng 7 board ni Andre Roberson at 1 steal. Samantala, ang mga tungkulin sa playmaking ay para kay Mackenzie Moore na may 6 assist at 8 puntos upang makompleto ang isang malakas na 2nd pagpapakita para sa panig ng Pilipinas. تركيل الوحدة ضاعت هالكرة بيسجل سترونج جروب الفلبيني بروح لأول تايم اوت بالجيم الكرة عند عربشة لعيب لعيب برافو 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 تاخد شوتك عبد الطيقان سجل لك سلة سلتين بالانسايد وبعدين تعال شوف من خارج المنطقة يا مجد عموما جوردن هيدينج أسماء كبيرة جوردن هيدينج عم بيسجل سلة بسلة هابو بياخد كرة مش كرته أبدا ضايعة الثري بوينتس الفلبيني كمان قريبة الثري بوينتس الفلبيني قريبة قريب كثير كثير كمان تتسجل تتسجل ما بغشكم ابدا ما بغشكم ابدا الفريق الوحدة عم بيلعب تحت كثير 15 نقطة ولعب بلاعب بيقدر يكون اسرع من اندري بلاج بيقدر الفريق الوحدة بخاصة على الاوفنس يرفع عموما بانكس بيعمل فوت وورك رائع جدا تحت السلة و 2 بوينتس اللعبة اموره افضل عموما بلاج تمريرة دائما عند ماكنزي مور ماكنزي عند بلاتش بلاتش بيقدر يشوت حتى لو مش جاهز بدنيا اندري بلاتش بيسجل اندري بلاتش لا تستعجل في فرق تلعب بسرعه وتسرع لا تتسرع ابدا ما تعمل تورن اوفر هاي كره صعبه شويه محي الدين اللي برافو عليك اول باسكت لمحي الدين اصابني محي الدين على الشورت كورنر ليه؟ لانه اللاعب اندري بلاتش ثقيل ما عم بيقدر يلحقه سو عم يبعد عنه مثل حتى ياخذ الاوبن شوت عموما اندري بلاتش بياخذ كره على الثري من تنتين اندري بلاتش 0-7 غلط في جيم 1 حاليا تنتهي بكأس العالم الأخيرة كان معهم جوردن كلاركسون لكن كان معهم بكأس العالم عام 2014 منتخب الفلبين كأهداف الفريق الفلبيني اللاعب اللي سجل ثلاثيات اسمه كار كيفن كيفن باو الكرة دائما عند اندري بلاتش درايف على الباسكت واندري بلاتش عم بيتعلق وحاليا عنده 8 نقاط وحاليا بنهاية الربع الأول من ستار جيم 8 مرات وبكفي نقول انه ببطولة الـ NBA يعني لاعب ربحان بطولة الـ NBA عام 2020 عموما الكرة عند محي الدين أصلي محي الدين أصلي برافو هاي نقطة الرابعة بالجيم جود حصل على الجنسية الفلبينية عام 2014 عم بيضيع وراح يترك أرض الملعب ربما بعد دقيقة أو دقيقتين راح يترك أرض الملعب للأول لاعب الأول ستار جيم 8 مرات عموما صار اليوم العين عليهم مع هالنقل التلفزيوني في كل مكان مع هالفرق اللي عم تحضر في كل مكان وحاليا ماكنزي مور وعلى الباسكت باسكت ان ورمية حرة إضافية تبديلات قادمة للوحدة محي الدين أصلي راح يروح ضد الزون ديفنس بهالسرعة الفريق الفلبيني أصلا بده إياك تلعب بسرعة عشان ياخذ الكرة ويسجل براحته عشان ياخذ الكرة ويسجل براحته 3 بوينتس الفلبينية ترجع سترونج جروب الفلبيني على الأوفنس اللي بيعمل دفاع منيح بيكون عنده أوبن شوت على الهجوم واو روعة فرانسيس مقطوعة جود ديفنس جوردن أنت ممتاز أنت ممتاز أنت لاعب جيد ثلاثة ممكن يجي من البنش جود جاب لهابو هابو عند جوردن مايل باسكت إن ورمية حرة إضافية جود جاب نقطة ثالثة للاعب مايرن اتاك طبعا تسحب الدفاع ووديها عند مايرون بالانسايد الاوضو ماشي الاهلي ميشيل غيف برافو شو حلو هالموف ميشيل جود جوب ديفنس لازم ينتبهوا شوي للاعب جوردن هيدينج تركينه واو مش معقول سوبر رميات بشكل متتالي شهدنا 3 4 رميات حره ضايعه روبرتسون فيد اواي جامبر نو جود ضايعه هاورد على الباسكت وهاورد اخيرا بيسجل بهالجيم ياتي باول سله له بالجيم مع 6 ريباوند كره عند ماجد واو
افضل بلوكر بالانبي مرتين قال له نات ان ماي باسكت قال له نات ان ماي باسكت ليكرز الكره من عند جوردن هيدينج جوردن 10 بوينتس مع 10 سكند 10 بوينتس مع 10 سكند بلاتش تنتين صاحب 8 بوينتس هاور على الثري خمس نقاط هلا هاور بالجيم بيولع الملعب تماما 43 مقابل 30 فرق 13 نقطه هاور اخذ اوبن شوت وكمعدل هجومي هالالي اي فريق غاز بيكون لازم يوصل على الاقل 20 نقطه لنقول حتى عنده جيد عمر اندري بلاتش بيسجل نقطتين بالجيم وعطي سوفت فاول ما حدا رح يعطيك سوفت كول هون عموما كار 3 من 3 هيز اون فاير هيز اون فاير روعة 4 من 4 12 بوينت 4 من 4 على كار بالجيم وهي طبعا كثير مهم الفريق الوحدة اللي يدافع بطريقة مجدع عربش انك تنتبه من البلوك جود باس الروعة ممتازة هالتمريرة من مجدع عربش اندري جود سكرين اندري صاحب 10 بوينت جود ستيل مايرون وضعون كمايرون درايف واو كثير حلو هالتمريره وارنز تحياتي لوحده فرق حاليا ميزه ل 10 محاوله درايف الوحده عم تلعبوا باسكت بول ممتازه الوحده بهالكورت مسجلين 8 نقط مقابل 5 وحاليا 3 بوينت جديده كار اون فاير 5 3 بهالجيم 5 من 5 واو برسنتج هائله لكار كيفن كيمباو عموما عبد الوهاب ياخذ كره حتى النقاط وعبد الوهاب اخيرا عبد الوهاب الحموي بيسجل 100 فريق الفلبين شايف 10 من اصل 14 كره هون على الثري بوينتس 11 ثري بوينتس هالمره عن طريق روبرتر هيدي رصيده 9 بوينتس كره عند مايرون الى بانكس 1-1 بيحاولوا على البيس لاين شو حلوه ارتفع مستوى اللاعبين على بلاش بوم بيك كاستنج جيم كرة عند ماكنزي مور على الثري نو جود كار على الاوفنسيف ريباوند هابو نوت ان ماي هاوس اللاعب الجديد للوحده لاعب جيد عمون هون في 3 بوينتس فلبينيه رانينج جيم اوبن شوت و 3 بوينتس رقم 13 بالجيم محظوظ الوحده الكره ضاعت شوف الان 3 بوينتس جديده رجعت اوفنسيف ريباوند مع باسكت هاي نقطتين من 6 صاحب ال 13 نقطه بيسلم عند هابو هابو تحت الباسكت وهابو عم يسجل على هاول حاليا بالدون الفلبينية عام 2014 شكر جان بول عطا الله اللي قال لي ماركوس دوديت برافو عليك عموما بداية الربع الرابع من هالمباراة الواحد شوي متطالب ما يعطي سكند تشانس للفريق الفلبيني واو جوردن هيدينج 3 بوينتس جديدة جوردن هيدينج 12 بوينتس هيدينج 3 بوينتس نو جود ضايع فاست بريك براون بيسجل براون برافو برافو براون يستفيد من هالكرة وعم بيضيع شريف العوش ترجع كرة فلبينية عند سترونج جروب فريق الوحدة مشان الكرام بطل سوريا 10 مرات بيخلص حاليا الثري بوينتس جديدة هي من هالمباراة الخاصة أول مباراتين يدخل بأجواء البطولة ثري بوينتس جديدة واو هيز اون فاير من البنش كمان الوحدة عندهم جمهور كبير أكيد ما راح يكون كثير راضي على نتائج الفريق في الأول الأخيرة لذلك عدم رضا الجماهير روبرت فريبيني شو حلوة واو شو روعة 3 بوينتس براون وائل شلاتي بسرعة عند براون راح على الباسكت وبراون حاليا مسجل نقطة 15 بالجيم أول 10 بوينتس لعب جيد
لكن بحب انا كمان اعطيك كل شيء لتكون عارف انت تسجل هالنقاط. عموما اوضو ماشي مسجل نقطتين بهالوقت. تمرين مقابل 59 كره فلبينيه تورن اوفر مايرون حاولوا هولد ذا واي براون طلبها مايرون اب اند اند بسجل مايرون بس 3 ريباوند بالجيم. عموما كره jump shot he's on fire all day all night all day all night ما عم بيرحم طلع واقف نازل. نقطة الرابعة بالجيم صار برصيده 22 points لكار كيفن كيمباو عند براون درايف. نقطة 17 بالجيم 17 نقطة لبراون في المباراة. الباسكت بول الوحدة السوري على فكرة منظومة رياضية كبيرة. بذكركم أول مرة رحت بطولة الدوري السوري الموسم 93 ربح بطولة آسيا جماعة الوحدة السوري يوم ما الوحدة المتوج بالجيم خليفة مطرش شريف شريف خالد زيدان عمر حسين أصبح مدير الفريق وهنا 3 بوينت مش معقول عفوز. عموما نرجع دائما عند الفريق الفلبيني كار كيفن بياخذ الجامب شوت هيز اون فاير 24 بوينتس لكار كيفن فيني عم بيربح مباراته الثانيه بعد ما ربح. Huwag mo kalimutan mag-like, subscribe sa aking channel.